مع شعب لا يكف عن الثورة، وفي قلب ميدان تتناثر فيه الرصاصات حول المتظاهرين، فلا يدري أحدهم متى يقابل قدره. في هذه اللحظات العصيبة يحمل أحدهم كاميرته ويركض بين أبواب الموت، يحاول أن ينقل ولو صورة تظهر للمتابعين في بيوتهم حقيقة ما يحدث على هذه الأرض. يغامر بحياته عسى أن يقطع الطريق على من يريد تشويه الحقيقة. بقيت بصور وأنا خايف، أنا إنسان. عندي القدرة ان انا انزل في وسط للشبكات، وانا انسان بطبع ان انا خاف، لكن اللي بيخليني اثبت ان انا عندي احساس بالمسؤولية ان انا احمل كاميرا، الاحساس دوت بيهزم خوفي ولو حتى بشكل مؤقت. قليل قوي الناس اللي بيبقى عندها شجاعة انها تدخل تصور، فما لاحظت ان في ناس بتروج حاجات ما حصلتش، وممكن ابقى بشوفها بعيني وانا شاهد عليها ولكن ما اتصورتش. فانت مجرد في الاخر هي شهاده، لكن لما تبقى فيديو تبقى واضحه اكتر، دليل على اللي حصل. أنا عمري 33 سنة، بدأت حياتي طبعا بعد التخرج، بتنطط في كذا شغلانة زي أي شاب بيتخرج. هوية التصوير بداية الحقيقية يعني للتصوير فعلا الصحفي، واللي حسيت فيه بخطورة وحسيت إن الموضوع جد بقى، مش موضوع يعني إن أنا نازل بصور عشان بحب التصوير. في بداية الصورة 18 يوم كاميرتي ما فرقتش إيديا. يناير ما كانتش تصفيه، كان متظاهرين وهم بيحاولوا يضربوهم وبتاع، لكن فكره ان انت عمال تقتل عدد رهيب. انت ما بتتعملش، انت بتقتل بس. في فجر 8 يوليو استهدفت قناصه الجيش المصري المعتصمين السلميين امام دار الحرس الجمهوري، واستخدمت القوه المفرطه بحسب تقرير منظمه هيومن رايتس ووتش في فض الاعتصام. ما صبروشي، طلعت على بيت الشرطة من الرئاسة وكنامل والصحيح والصحيح. لكن مشهداً واحداً في هذه الأحداث أظهر حجم المعاناة التي يلاقيها كل من يريد أن ينقل الحقيقة بكاميرته. مشهد وثق فيه المصور أحمد عاصم بنفسه لحظة اغتياله. قسما بالله كان الرصاص بيجي من تحتينا، كان الرصاص يخبط في الارض ويطلع تاني. انا اخويا اتصاب بالطريقه دي، اخويا كان جنبي في احداث الحرس الجمهوري الثانيه اللي حصلت الفجر. اخويا كان واقف جنب الرصاصه خبطت في الارض ورجعت له تاني، وما زالت الرصاصه في جسمه. المتظاهرين بنوا سواتر في اللحظه اللي هي ايه، يعني في اللحظه ان هم الداخليه بتضربهم هناك، فابتدى الناس تعمل سواتر ورا. فالسواتر ده هي كنت انا واقف ورا واحد منهم وهم ومعايا المتظاهرين، وبعدين بيضربوا بطوب وكده، والداخليه عايزه تدخل فمش عارفه تدخل طبعا لان الدنيا مقفوله. فعمل ايه، هو لفه ويضرب، والناس لسه ثابتة لأنها مستخبية ورا، ولفة التانية. اللفة التانية كان معاه بقى شباب وناس بشباشب ومش عارف ايه جايين يضربوا برضه مع الداخلية، ناس مدنيين لابسين عادية. فوقف ورا الساتر وابتدى يضرب جامد بحيث ان الناس تتقدم وراه. فأنا طبعا كنت واقف بصوره ما بيني وبينه أقل من متر، يعني هو ورا السور وأنا عند السور ومطلع الكاميرا بصوره
وعارف لحظه ما يعني في اي وقت ممكن يطلع لك حد من المدنيين اللي معاهم من جنبك، لان المتظاهرين كلهم كانوا رجعوا ورا وانا اللي فضلت واقف عشان اصور كلوز قوي. المكان وطبيعه المكان كمصور هيفهم جدا المكان ده قد ايه خطر جدا في التصوير، وقد ايه ما ينفعش اساسا المكان ده يبقى فيه كاميرا وبني ادم يخش المكان ده. مكان ما فيهوش سواتر، مش معتادين ان احنا نصور في اماكن مفتوحه زي طريق النصر، معروف طريق النصر عرض الشارع بتاعه عامل ازاي. فعلا كنا بندور على عمود نور عشان نقف وراه نقدر ان احنا نستتر بيه. كانت الرصاصات بتجيلك لحد عندك، كانت بتجيلك حواليك، كانت بتيجي الناس وراك من بعدك، مما يحيي لك ان الرصاصه الجايه هتبقى فيك. وبعدين ساعات حتى وانت بترجع ورا انت كان في ناس بتضرب معاك ورا وهما مش على خط النار، يعني انت تخيل انت واقف وواحد بيقع جنبك. من أهم المشاهد اللي صورتها كان ابتداء من 19 بالليل، كان في شاب كان واقف أمام المدرعة، هو يرتدي جلباب ويظهر عليه السمت الإسلامي ولابس كمامة، ولكنه كان يعني عاري تماما من أي وسائل حماية ضد أي اعتداء بأسلحة الشرطة. كان يعني بيقول لهم اضربوني، انا واقف اهو معيش اي حاجه اضربوني. مشهد اخر شاب مصوره وهو جثه هامده يعني ما بيتحركش، الشباب كانوا خايفين يروحوا ينقذوه او يشيلوه وينقلوه لحسن يتضرب عليهم، خاصه ان هو كان في مكان مفتوح. موتوا على بنات علي. وصلنا لدرجة أن المصورين في مصر بقوا بينزلوا من البيت بيعرفوا أهاليهم أن هم في كل مرة بينزلوا فيها من البيت ممكن ما يرجعوش تاني. يعني متخيل قد إيه المصور ده بيبقى نازل بكاميرته اللي هي يعني سلاحه فعلا. كان مين يقدر يعرف أن في ناس ماتت؟ الناس بتكذب اقرب ما ليها طالما مفيش اثبات مفيش دليل، لازم يبقى في دليل وده الدليل. في مساء الخامس عشر من يوليو وفيما وصف باحداث رمسيس، تم اعتقال مصور الجزيره مباشر مصر محمد بدر اثناء تغطيته للاحداث، وتم توجيه لائحه طويله من الاتهامات له من بينها حيازه كاميرا. شغال في قناة الجزيرة، زميل المصور المعتقل محمد بدر، كان من أهم الحاجات اللي أنا نزلت فيها الفترة الأخيرة أحداث رمسيس اللي اعتقل فيها محمد بدر، واللي لسه كمان متجدد له امبارح حبس 15 يوم، ده كله عشان ماسك كاميرا وبينزل عايز ينقل الحدث فيه. الموت اللي احنا بنشوفه كل دقيقة وكل ثانية لو كان أثر علينا كان أثر علينا من يناير، من أول صورة 25 يناير وإحنا بننزل أصلاً ما بنخافش من أي حد، لأن إحنا مش طرف. احنا ولا معدول، احنا كل اللي بنعمله ان احنا بننقل واقع، وده كمان اللي مخلي زميلنا محمد بدر محبوس بقضيه حيازه كاميرا، يعني اللي هو حتى مش حيازه سلاح ولا حاجه، لا ده هو حيازه كاميرا. تهمه حيازه كاميرا، وكانها رساله لكل من يؤمن بحريه الاعلام ان الامور بعد 3 يوليو باتت مختلفه، وانك ان كنت مصورا تريد ان تنقل الحقيقه فان عليك ان تختبئ حتى لا تعتقل أو تصيبك رصاصة يقولون إنها طائشة.